مع قرب فتح المدارس، شو اكثر شيء تاكل همه انت ضمن زمان؟ والله هو اول شيء يعني الحمد لله رب العالمين، يعني ناكل هم يعني بدون دفاتر بدون قلم بدون شناطي، يعني بتعرف انت اغراض المدرسيه، يعني ناكل هم بكل شيء. ظروف صعبه هيك والعيشه صعبه بالنسبه كمان للطلاب المدارس، في ناس والله حق رب تطلب زمان معه. من عدا هيك في ناس والله حق شنتي ما تشتري، الله شنتي حقها بالخمسين وبالمية تركي. اي والله يعني في ناس في معها عيشتها الكويسة، في معهم اللي ما معه يقدر. اما انت مس زمات المدرسة للأولاد عندك؟ لسه ما انبلت، بالله لسه ما انبلت معي. هلا انت برايك شو بتكلف مستلزمات القرطاسيه اقل طفل لا يقل عن 50 60 دولار، هاي اقل طفل، يعني بدك تبلش بالروضه وانت طالع تمام، ولسه عندك الجامعه، لسه انا ابني نجح السنه بالبكالوريا، لسه عندي تسجيل الجامعه بده شيء 300 دولار، شايف شلون؟ إيه هذا بس طفل ابني تبع الجامعه، لسه عندي طفل صف ثالث لسه هذا اليوم زيت قرطاسيته بده لا يقل عن كمان 500 دولار زيت، قول هاي صاروا 400 دولار، وطفله تروض سجلتها السنه لسه ما شفنا ايش مستلزماتهم، اول تسجيل دفعت له بس هاي اول تسجيل 10 دولارات هاي مشان لباس الروضه تمام، ولسه عندك بده القرطاسيه كمان بده 30 40 دولار، يعني بدك 500 دولار هاي بس ثلاث طلاب. اللهم صل على سيدنا محمد. البنات تقريبا كل وحده يعني تقريبا 1500 تركي كل بنت، والاولاد الثالث ورابع عندي صف اول، اولادي كل واحد شاف 500 تركي. الموضوع والله صاير مكلف، يعني ممكن اذا انت عندك، انا هلا حاليا عندي ولدين ما بعرف بالضبط شو هتكلفني، بس كلفني كثير يعني صراحه. اليوم اللي طلعنا نجهز فيه للمدرسه كان شيء بكسر الظهر، يعني احنا كنا نتذكر لما كنا اطفال نروح يعني نفرح بهذا الموضوع، لكن حاليا هو عبء صراحه، عبء مادي وفرحه انه انت طفلك عم تبعته للمدرسه ليتعلم وكذا، لكن مع ارتفاع الاسعار وكل موادنا مستورده صراحه يعني صار الموضوع مكلف، يعني ما يتجاوز ال 500 ليره للطفل الواحد. على سؤال، انت حضرتك بتامن لهم كافه المستلزمات القرطاسيه ولا بينقص عليهم شيء؟ والله ينقص، اقول لك ما ينقص بس بعدين اقوم اشتري لهم اول باول. شو بكلفك يعني مثلا تامين القرطاسيه؟ انا عندي ثلاث اطفال او اربع اطفال، يعني بجوز فيني اكسيون للمدرسه ب 100 دولار وفيني اكسيون ب 50 دولار. والله لسه ما جبنا شيء، عم نستمر رحم الله على الراتب، والراتب ما يكفي هذا. طيب هذا الشيء بياثر على دراستهم على مستوى تعليمهم؟ هلا هون هو طبعا المستلزمات يعني ما كثير هي بتاثر على مستوى التعليم، طبعا انت بتعرف انه مستوى التعليم بده يكون مقرون اول شيء بجوده المدرسه والمدرسين، وثاني شيء متابعه الاهل، بس طبعا لما تكون الادوات موجوده ومتوفره طبعا هذا كله شيء بيساعد.